السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي الفني صناعة جارز راعي فندقي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على الدرس الثاني في النحو، وهو كان وأخواتها. القاعدة: كان وأخواتها أفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أنواع خبر كان وأخواتها: ما زال المجتهدون متفوقين. 2- صار الشعب يحكم نفسه. 3- بات القمر ضوء ساطع. 4- كانت الطائرة فوق السحاب. القاعدة: 1- خبر كان وأخواتها كخبر المبتدأ يكون مفردا أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، ظرفا أو جار ومجرور. 2- الخبر الجملة لابد أن يشتمل على ضمير يرتبط باسم الفعل الناسخ ويطابقه. خبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور، زي أصبح التلميذ نشيط، أضحى التلميذان نشيطين، أمسى التلاميذ نشيطين. أما الخبر الجملة هو نوعان: جملة اسمية وفعلية. ويشترط في الخبر الذي يقع جملة أن يكون بها رابط يربطهما بالمبتدأ. خبر جملة اسمية: مثال صار الطالب الذكي وقته منظم، الرابط هاء الغيبة في وقته، يبقى الخبر جملة اسمية هنا وقته. خبر جملة فعلية: مثال كان مدير المدرسة يتابع طلاب مدرسته، الرابط هنا ضمير مستتر تقديره هو، زي كان مدير المدرسة هو يتابع طلاب مدرسته، يبقى قلنا الرابط هنا ضمير مستتر تقديره في هو. أما الخبر الشبه جملة: ليس الرجل في الدار، صار العصفور فوق الشجرة. هنا خبر شبه جملة، ظرف مكان. الأسلوب هنبين مع بعضنا دلوقتي مجموعة من الأساليب ونطلع منها الفعل الناسخ ومعناه واسمه وخبره. ناخد أول مثال: كان جاري صبورا. الفعل الناسخ هنا كان، معناه هو حدوث الخبر في الماضي، اسمه جاري، أما خبره صبورا. أمسى العدو مغلوبا. الفعل الناسخ أمسى، معناه التوقيت في المساء، اسمه العدو، خبره مغلوبا. المثال: بات الفدائي متحفزا. الفعل الناسخ بات، معناه التوقيت في الليل، اسمه الفدائي، خبره متحفزا. أصبح الجو لطيفا. الفعل الناسخ أصبح، معناه التوقيت في الصبح أو الصباح، اسمه الجو، خبره لطيفا. أضحى الجو حارا. الفعل الناسخ أضحى، معناه التوقيت في الضحى، اسمه الجو، خبره حارا. ظل المطر منهمرا. الفعل الناسخ ظل، معناه التوقيت في النهار، اسمه المطر، خبره منهمرا. صارت النار رمادا. الفعل الناسخ صار، معناه تفيد التحويل من شيء لشيء، اسمه النار، خبره رمادا. ما زال الحق منتصرا. الفعل الناسخ ما زال، معناه تفيد الاستمرار، اسمه الحق، خبره منتصرا. الأسلوب: ليس الباطل مستمرا. الفعل الناسخ ليس، معناه تفيد النفي، اسمه الباطل وخبره مستمر. لن تنهزم ما دام الله مؤيدنا. الفعل الناسخ ما دام، معناه تفيد بيان المدة والاستمرار، اسمه الله، خبره مؤيدنا. يبقى هنا هستنتج من هذه الأساليب إن الأفعال الناسخة كان، أمسى، بات،
أصبح، أضحى، ظل، صار، ما زال، ليس، ما دام. يبقى احنا قلنا مع بعضينا كل الأفعال الايه؟ الأفعال الناسخة. سؤال وجواب اعرب يبيت الأطباء ساهرين على راحة المرضى. أول كلمة يبيت معناها فعل مضارع بيبيت مرفوع بالضمة، ساهرين خبر يبيت منصوب بالياء، المرضى مضاف إليه مجرور بالكسرة، الأطباء اسم يبيت مرفوع بالضمة، على راحة جار ومجرور. تاني يبقى يبيت فعل مضارع، الأطباء اسم يبيت مرفوع بالضمة، ساهرين خبر يبيت منصوب بالياء، على راحة جار ومجرور، المرضى مضاف إليه مجرور بالكسرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة، وإلى اللقاء آخر في درس إن شاء الله.